اليوم اليوم انا في مرات اقول شكرا نادي الوحده انك طلعت النصر الان، لا تصير في مشكله في النهائي. يعني في بعض المرات توصل للمرحله هذه، انت يعني انت تشوف هذا اليوم على قولتهم نص مصيبه يعني النصراويين، احسن ما يواجه الهلال في النهائي. قسما بالله العظيم اللي قاعد اتفرج عليها هو، انا يعني زي ما يقولون وش اللي قاعد يصير؟ يعني مجموعه لاعبين، اجتهادات لاعبين، يعني زي لاعب كذا يطلع لك بطلعه مو 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 التغيير اول. لذلك لما تبغى تشوف الفريق شوف، تشوف ثاني كوره، اول كوره من كي يطلع لاعب، شوف ثاني كوره كيف اللخبطه تصير فيها، ما يدرون من يركض، ما يدرون من يتحركوا. اجل كريستيانو يرجع على ورا، هو تاريسكي يستلم الكوره وداني يبدون يهاجمون خلف جدار نادي الوحده، ما في لاعب في يوصل الكريستيانو ومطور هجمه يسمونه، يوصل المنطقه هذه ويلف ويعطيها لكريستيانو اللي يبغى الكور امامه. وصلنا للمرحله هذه، وصلنا الى المرحله هذه. بالتاكيد انت عندك لاعبين، ولكنك في بعض المرات انت سبب نفسك بنفسك. طيب انا خليتك تتكلم باستفاضه لانه في كثير ناس كانوا يبغون يسمعون رايك في النصر.